السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. في هذا الفيديو جيت نتقاسم معكم كيكه بكريمه نتاع البرتقال، كتجي لذيذه وبنينه، ونفس المقادير اللي خدمت بهم الكيكه غادي نخدم بهم مادلينات، ولكن المادلينات زهيت عليهم وتشدوا لي شويه، بصح ما ضيعتهم، شرديتهم حلوه بارده. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات البارطاج مع الاصدقاء، وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالي. مرحبا بكم في القناه لاول مره، لا تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه للمقادير كنحتاج جوج ديال البيضات، كاين شكلاط غبره، كاين عندنا كاس تاع السكر، كاس تاع الزيت، كاين عندنا ياغورت طبيعي، كاين عندنا الدقيق وخميره تاع الحلوه تاع 16 غرام. بسم الله على بركة الله، كناخدو البيض كنزيدو قبيصة د الملح اللي ما ذكرتهاش في المقادير، كنخدمو الخليط كنزيد عليه السكر، كنزيد الزيت، كنبقى مستمرين في الخلط، كنزيدو الياغورت، كنزيدو الشوكولاطة غبرة، كنخلطو العناصر مزيان، في الاخير كنزيدو الدقيق والخميره نتاع الحلوه. هذا هو القوام ديال الخليط، كناخذو مولات كندهنوهم بالزيت وكنرشو عليهم الدقيق. انا كنت باغيهم يخرجوا لي مادلينات ولكن ما صدقوش، كي نسيت عليهم. ولكن الحمد لله انا رديتهم حلوه بارده، كتجي لذيذه وبنينه حتى هي. المهم هذا حل الا شدات لكم الكيكه ولا ما طلعاتش، هذا هو الحل اللي ديروه، ما كان علاش ترميوها.
ندخلهم للفران، كناخذو مول اخر نتاع الكيكه كنديروا فيها الخليط وكندخلوها حتى هي للفران. هذه الحمد لله سطخات الكيكه. بالنسبه لي مادلين هادو هما كنشدو لي شويه من الفوق، خديتهم درت عليهم العسل، زدت عليهم نواه كوكو، وغادي نزيد عليهم اللوز. الا كان عندكم الكاوكاو اي حاجه كانت عندكم زيدوها في المكسرات كتجي لذيذه. بعد ما جمعنا الخليط كنشكلو على شكل اصابع. كناخذو الشكلاط كندوبوها كنزيدو عليها اللوز مهرمش، كنزينو به الحلوه ديالنا. ما بردات كنزينها بخطوط بالشوكولاته البيض. بالنسبه للكيكه كنقلبها وكندير لها الكريمه نتاع البرتقال اللي فيها البرتقال فيها مايزينا فيها السكر، وكنديرهم فوق النار حتى كيعقد الخليط. راه الخليط راه دايز لي وخدمته معكم في القناه. بالنسبه للتزيين اختياري، انا زينتهم بهذه الطريقه. هذه هي الحلوه البارده اللي خرجتها من المادلينات اللي ضاعوا. ونتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، راه كتجي لذيذه وبنينه. وما تبخلوش عليا باللايكات البارطاج مع الاصدقاء والاحباب، والى اول مره كتزوروا القناه الاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي.